السلام عليكم، انا زياد وعمري 20 سنه، مواليد 1998، اسكن في مدينه. بدايه حياتي كانت غلطه ما لي اي دخل فيها، دفعت ثمنها غالي. احيانا انا اقرا كلمات الشاعر خالد المريخي يوم يقول الام ما هي ام، الام كنز حنيه. اعرف ان المقصوده في القصيده ما هي امي، لان امي ما فيها ولا ذره حنيه. احيانا اتخيل كيف امي رمتني في وقت متاخر من الليل وفي شده البرد وقدام واحد من الجوامع، وانا قاعد اصرخ بعلى صوت ما التفتت فيني، بس كانت تلتفت يمين ويسار لا يكون احد شافها. رمتني وراحت، رمتني في الظلام والى الظلام، وعشت حياتي كلها في الظلام، اصرخ بصوت عالي وعالي وعالي تقطع قلبي من الصراخ، وقلب امي مثل الحجر ما يهز شيء. انت الحين اللي قاعد تشوفني بجيتك على الدنيا تفرح فيك الدنيا، انت بجيتك على الدنيا امك تنسى كل الم ووجع الحمل والولاده، انت بجيتك على الدنيا ابوك ما تسعى هالارض من الفرح. انا وانت نختلف، انت اللي ربتك ام واحده، لكن انا اللي ربتني 40 ام. تخيلوا انها تجي ام وتربيني بعدين تروح، بعدين تجي ام ثانيه وتربيني بعدين تروح، وعلى هذه الحاله الى ما لا نهايه. اما انا طبعا كان حملي هم على امي، وكان اكبر غم على ابوي، وجيتي على هذه الدنيا سببت حزن والم واهات. ما ادري مين سماني وما ادري مين رباني، جيت على هذه الدنيا تخيل بالسر، حتى ابوي ما كان يدري. ويا ليتك يا ابوي كنت شجاع وصححت الخطا، لان كل الناس تخطي. الله لو ان ابوي تزوج امي ما كنت الحين مجهول الهويه. طلعت على هذه الدنيا وانا في الدار الاجتماعيه، كانت هي امي وابوي وعائلتي كلها. كذبوا علي الدار وقالوا لي انت يتيم، امك وابوك ماتوا في حادث. عشت مع هذه الكذبه سنين طويله، كنت في كل صلاه ادعي لامي وابوي، كنت اقول الله يرحمهم والله يجمعني فيهم في الجنه. كان عندي اسئله كثير ما لقيت لها اجابات، كنت اسال عن خوالي، عن عمامي، عن عيال عمي، عن عيال خوالي، كنت اقول ليش ما يزوروني؟ ليش ما اروح معهم؟ ليش ما يجون ياخذوني؟ وطبعا اذا رحت اسال المشرف ابو عبد العزيز يتهرم من الاجابه. في يوم من الايام، وهذاك اليوم طبعا ما راح انساه، ويا ليتني مت قبل ذاك اليوم، ناداني المشرف ابو عبد العزيز، وكان معي صديق الطفوله خالد، وقعد يمهد لنا الكلام ويمهد لنا الموضوع. بدا كلامه وبدا يقول ان المسلم مبتلى وان علينا الصبر وان الدنيا ما هي اكبر همنا وا 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 الى اخره، وبعدها قالنا ان لقيطين. صديقي خالد حكايته نفس حكايتي بالضبط، لكن الفرق بيني وبينه ان امي رمتني عند مسجد وهو امه رمتها عند مستشفى حكومي. طلعت خويي خالد وشفت عيونه مليانه دموع يوم عرف الواقع الموجع. حاولت اني اواسيه في مصيبته، حاولت اني اواسيه ومصيبتي اعظم، حاولت اني اواسيه وانا في داخلي نار قاعده تحرقني، لكن يوم قربت منه ما تمالكت نفسي وانفجرت بالبكاء. اتوقع اني بكيت نفس البكاء اللي بكيته وانا عند المسجد. المشرف ابو عبد العزيز ما تحمل اني اشوفنا في هذا المنظر، طلع وقفل الباب علينا وراح. شعور لا يوصف، شعور يعجز لساني اذا تكلمت عنه، وتعجز كل الكلمات والحروف عن وصفه، وحتى دموعي اللي ملت الارض كلها كانت مقصره في وصف شعوري. زمان كان عندي كثير من الاسئله اللي ما لها حل، لكن بعد ما عرفت اني لقيط، لقيت لها كلها اجابه واحده، عرفت كل اجابات الاسئله المبهمه. بعد ما عرفت اني لقيط، تغيرت نظرتي للمجتمع 180 درجه، ما في اي شخص في المجتمع يناظرني نظره واقعيه، اما ان تكون نظره عطف وحنان، او تكون نظره حاده وقاسيه، لاني لقيط. نظرة تحملني الخطأ وصحيح أني أنا ضحية هذا الخطأ. ما أخفيكم أني عندي شعور النقص وعندي كره ذاتي غريب وحقد على المجتمع وحسد على الناس، لكن لا تلوموني، لوموا أمي وأبوي. كيف ما تبغون ينزرع فيني الحقد والحسد وأنا 20 سنة بين أربع جدران؟ كيف ما تبغون ينزرع فيني الحقد والحسد وأنا 20 سنة محروم من أجمل كلمة في الحياة اللي هي كلمة أمي؟ تخيلوا أني ما أعرف كلمة أمي، من جد حرمت. كثير من أصدقائي خرجوا، لكن أنا رفضت الخروج. يمكن حبي الزائد للدار هو اللي منعني ما أخرج. لكن في يوم من الأيام وفي شهر رمضان، وبالتحديد في ليلة 27 من رمضان، قبل صلاة القيام بنص ساعة، جاني واحد من المشرفين وقال لي إن في حرمة عند الباب تبي تقابلني. وأنا في الطريق رايح لها قعدت أفكر ليش هذه الحرمة نادتني، وليش نادتني أنا بالتحديد، وإيش تبي فيني؟ ويوم شفتها من بعيد واقفة قدام الباب الخارجي، سبحان الله جاني شعور غريب يقول لي إن هذه أمك. استعجلت في المشي لين وصلت لها، قالت لي أنا أمك يا زياد. ما صدقت ولا استوعبت ان هذه اللي واقفه قدامي الان هي امي، امي انا. انفجعت ماني مستوعب. اول جمله قلتها لها كانت وين انت عني من زمان؟ قالت لي انا كنت اجي للدار من فتره لفتره واطمن عليك. كانت تتكلم وما كنت قادر اني اركز في كلامها لان بكاءها كان يمنعني اني اركز، لكني مسكت اخر كلمتين قالتها لي واتذكرها لين اليوم. سامحني يا ولدي. كانت وهي تتكلم تتلفت يمين ويسار، ويوم رمتني عند المسجد بعد كانت تتلفت يمين ويسار.
قلت لها يوم احنا الحين في شهر رمضان وفي الليله 27 من رمضان واحنا الحين في الثلث الاخير من الليل. رفعت يديني للسماء وقعدت ادعي، قلت اللهم انك في الثلث الاخير من الليل تنزل الى السماء، اللهم اني اسالك بكل اسم اولك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك، اللهم خلد امي في نار جهنم، اللهم خلد ابي في نار جهنم، اللهم عليك بهم. كانت تصرخ بصوت مرتفع، لكن صوت صراخي يوم كنت عند المسجد ورمتني بالظلام كان اعلى. وقتها درت لها ظهري ومشيت وما التفت لها، لانها يوم رمتني عند المسجد ما التفتتني. وانتهى لقائي بامي، والى اليوم ما شفتها ولا شافتني. الصابرون أجرهم بغير حساب.